بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناة ديال نصر اسبيتي. كنصحو مادة تخصص علوم الحياة والأرض من مباراة التعليم سنة 2023، وصلنا للأسئلة 53 54 و 55. نبدأ على بركة الله. ألوغ la coupe schématique c'est de se représente la succession des événements géologiques dans le Grand Canyon de Colorado. إذن هذه سيتين كوب جيولوجيك، فيها واحد المجموعة من العناصر حنا نتعرفو عليهم، ولكن من خلال الأسئلة عندنا هنا مثلا البازات، الجرانيت، الغوش ميتامورفيك، ريفيير كولورادو، جراند كانيون ديال كولورادو، مثلا واحد الواد كاين هنا عندنا لي تريلوبيت، ها هما في لاكوش لاكوش دو، وكاين عندنا هنا الفيسيفيوني، وكاين عندنا لي براشيوبود في لاكوش تروا. هنا فاش كيجي السؤال 53 تيقول لك لا بروبوزيسيون كوريكت كونسيرنون لا داتاسيون غولاتيف دو سيرتان ستركتشر. دونك هنايا كنهضروا على لا داتاسيون غولاتيف، غناخدو حاجه بحاجه. عفوا لو بليتون غرانيتيك، عارفين هو لو بليتون غرانيتيك بلاتي نقلبوا بعدا على هاد لو بليتون غرانيتيك. فوالا هذا هو لو بليتون غرانيتيك، ياك هو ديال البازالت، ياك نلولوه بالاخضر. لو بليتون غرانيتيك recoupe les roches métamorphiques. Recoupe les roches métamorphiques. هما لي روش ميتامورفيك هما هادو، دين الاول هما مثلا بلون اخر باش يبانو لكم. فوالا هما هادو لي روش ميتامورفيك، هما هادو هما كيمتدو حتى من الجهه اخرى، باسكو سون ديجا كوبي باغ 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 لو باغ لو غرانيت او باغ كذلك هذيك لو فيلون او بيان لو بليتون غرانيتيك. هما كاينين هنايا طبيعه الحال غرانيت كيغوكوبيهم بيجي شاف. اذا هادو اللي درت بالصفر هما لي غوش ميتامورفيك، وي اي سون غوكوبي بار لو بليتون غرانيتيك. هو لو بليتون غرانيتيك دونك اي لي بلو ريسون كو سي روش. شكون هو لو بليتون غرانيتيك؟ وي دونك لو بليتون غرانيتيك مادام اي غوكوب هادوك لي روش، دونك اي لو بلو ريسون كو هادوك لي كوش لي روش. لو بليتون غرانيتيك غوكوب لي روش ميتامورفيك، وي دونك اي لي بليزونسيان. لا الا كان اللي كي هذا راه البرينسيپ دو ريكوبمون. هاد البازالت اللي بالخضر كيقطع هاد لي غوش ميتامورفيك، دونك هاد البازالت لي بليغيش بليغيسون كو لي غوش ميتامورفيك. بوين لي غوش ميتامورفيك ريكوب لو بليتون غرانيتيك، لا راه هو اللي تيغوكوبيهم. اذا هاد الجمل السودي بجوجهم غالطين، ما فيهمش ها ماشي لي غوش ميتامورفيك كيغوكوب اللي كي ريكوبيو زعما لو بليتون غرانيتيك، ولكن لو بليتون غرانيتيك هو اللي كي ريكوبيو. سؤال دونك هنا الجواب اللي صحيح هو الاقتراح ا. لا بروبوزيسيون كوريكت كونسيرنون لو تيب دو فوسيل دو سيت كوبش. دابا هنا يقول الترولوبيت فوسيلي وبراشيوبود سون دي فوسيل دو فاسيل. وهنا تبع معايا شنو هما فوسيل دو فاسيل؟ اللي هما اللي كتكون عندهم اي لارج اكستنكسيون دون لو طون و كورت اكستنكسيون دون لو سباس. فاش كنجيو لهاد لي تريلوبيت لي فوسيلي فيني ولا لي براشيوبود، ما كتبانش لينا هاد لارج اكستنكسيون دون لو طون و دون لو سباس. جي نتفاهمو الوغ. اذن ماشي فوسيل ستراتيغرافيك، تريلوبيت فوسيلي براشيوبود سون دون فوسيل، ما باردون ماشي فوسيل دو فاسي، ماشي فوسيل دو فاسي، سون دي فوسيل ستراتيغرافيك. وي سول لي براشيوبود سون دي فوسيل ستراتيغرافيك، لا راه حتى لي تخول تريلوبيت راه معروفين سون دي فوسيل ستراتيغرافيك. سولمون لي تريلوبيت ماشي غير لي تريلوبيت باردون لي تريلوبيت لي تريلوبيت سون دي فوسيل، لا لي تريلوبيت نو سون با دي فوسيل دو فاسي. ورا ديجا قلناها حيت تعشوا في الحقب الاول، اذا فاش كنلقاوهم في شي طبقه تنعرفوا بان هذيك الطبقه تكونت في الحقب الاول اللي هو الحقب اللي عاشوا فيه لي تريلوبيت. اذا لي تريلوبيت ماشي بوحدهم فوسيل، ماشي اصلا دي فوسيل دو فاسي. لي براسيوبود ماشي بوحدهم فوسيل ستراتيغرافيك، تريلوبيت وهذا ماشي كاملين سون دي فوسيل دو فاسي. وبالتالي لي تريلوبيت لي فوسيل فين اللي مبغاش سون دي فوسيل ستراتيغرافيك. هادو ثلاثة دي فوسيل ستراتيغرافيك، علاش؟ لان فاش كنرجعو هنا تلقاوهم عاشو كاينين في واحد الطبقة، مثلا هادو لي فوسيل فين كاينين في الطبقة سبعة، لي براشيوبود كاينين في الطبقة ثلاثة، لي تريلوبيت كاينين في الطبقة ان. وبالتالي ما كاينينش ما كيتوزعوش على، يعني ما عندهمش انتشار جغرافي واسع، ما
عندهم شي اتصال جغرافي يعني كيف ما تنقولوا ضيق. فو كاينين في بعض الطبقات، ما عندناش هنا فكره ولكن عندنا فكره على ما هو زمني. ها ما كاينش انتشار زمني، يعني ما تلقاوهمش في جميع الطبقات او في مجموعه من الطبقات. هذا علاش اختارينا، لان مفهوم فوسيل دو فاسي كتكون عاشت مده طويله، وفاش كنلقاوها ما كنعرفوش اش من حقب اللي تكونت فيه، واش الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الى اخره. نفس الشيء بالنسبه لفوسيل ستراتيغرافي، كتكون عندها انتشار واسع ولكن عاشت فقط مده قصيره، وبالتالي فاش كنلقاوها في شي طبقه العمر ديال الطبقه هو العمر اللي عاشت فيه هذيك المستحاثة. اذا الاختيار بي هو الاختيار الصحيح. الكروزمون دو غراند كانيون بار لا ريفيير دو كولورادو، هذا الكروزمون اللي عندنا هنايا، فوالا باش نوريه لكم. دونك هذا الكروزمون اللي كاين هنا، هذه الحفره اللي كاين هنا، كيعطيونا عليها واحد مجموعه من الاقتراحات. فوالا اي بلي ريسون كو لا كوش 8، نمشيو لا كوش 8. ها هي لا كوش 8، هي هذه فوالا 7 8 هي هذه، هذه هي لا كوش 8. كيقول لك هذه بلي ريسون، هذه الكروزمون، هذه الحفره، هذه الكروزمون، كيقول لك هذه الحفره إلي بلو ريسون كو لاكوش 8. راه باين بأن هاد لاكوش 8 راه توضعت ولكن من بعد وقعت ليها إيغوزيون، إذا نقدرو نعتبرو هذا صحيح. إي بلي زونسيان كو لا سيغي أ بي سي دي، هي أقدم من أ بي سي دي. غادي نشوفو أ فوالا أ بي سي دي، علاش؟ لأن هنا عند أ بي سي دي شنو وقع؟ توضعو وقعت لهم مثلا واحد لين كلينيزو ولا واحد الميلان، وجات طرات ايغوزيون وعاد ترسبوا هاد الطبقات. اذا هادي هاد الحفره ماشي اونسيان كو هاد، لا هادي جات من بعدهم. علاش؟ حيت لي ركوب. اذا هاد الحفره اي ريسون، اي بلي ريسون بارابور على سيري ا بي سي، دونك اي بلي ريسون ماشي بلي اونسيان. ا لو ميم اج كو لي روش ميتامورفيك. لاحظ معايا هنايا، كنلاحظوا بان هذه الحفره كتغوكوبي او لا كتقطع او لا اثرت على هذه لي غوش ميتامورفيك، وبالتالي هي احدث من لي غوش ميتامورفيك، ماشي عندها نفس طلاج معاهم، دونك ماشي ميم اش. اي بليز اونسيان كو لو غرانيت، غادي نشوفوها. لاحظ معايا انها هي احدث من هاد الطبقات اللي هما احدث من الغرانيت. الغرانيت إل غوكوب هاد لي غوش ميتامورفيك، ولكن نغوكوب هاديك لاسيغي، نغوكوب هاديك لاسيغي ا بي سي، مفهوم؟ وكنلاحظو هنايا أن الحفرة إل غوكوب أو بيان إل أنفيكت هادوك لي كوش ا بي سي لي هما أصلا كبر من الغرانيت، دونك حتى الحفرة راها يعني أحدث من الغرانيت، دونك حتى الحفرة راها هي أحدث من الغرانيت، ماشي بليز أونسيان كو لو غرانيت، وبالتالي كيبقى لنا هذا الاقتراح ا هو الاقتراح الاقرب الى الواقع ولا اكثر منطقا. نهايه الفيديو، نلتقي في اخر سلام ورحمه الله تعالى.